ايه الحكايه يا فيفي؟ فين الورق؟ ممدوح ليه طلبات يا باشا. ايه طلبات؟ ممدوح بقى بيتشرط يا باشا؟ ابدا ما تفهمنيش غلط، ده انت الخير والبركه. هو بيقول بس انه عايز يغير المكان. وعايز الجوازات وتذاكر السفر. طب والورق؟ الورق يا فيفي ما جابش سيرته؟ بيقول لحضرتك لما هيبقى. لما هو اللي بقى يقول. معلش بلغيه ان طلبات سعادته مجابه، بس فهميه ان انعدام الثقه بينا مش في مصلحته، ده في ايدي. محدش غيري يعرف مكانه. سلام. وقف عندك، هضرب بالمليان. مفيش فراخ، الدورة خلصت خلاص. ايوه يا هريدي، انا سناء بنت شاكر بيه. الست سناء، الحمد لله، والله كنت هضرب في المليان. انا جايبه عمال المزرعه وعايزاك تشوف لهم مكان يستريحوا فيه. يلا بسرعه. حاضر يا استهان. انا هروح اشوف ايه استدعى البوليس ده واجي على طول. لو تاخرت ما تقلقوش، واي حاجه انتوا هتعوزوها هريدي هيجيبها لكم، بس ما تنسوش تغيروا اساميكم. ماشي ماشي. مساء الخير يا باشا، انا اسف لازعاج حضرتك في وقت متاخر زي ده. خير؟ في ايه؟ الحقيقه يا فندم احنا اكتشفنا الليله دي تشكيل عصابي مختفي في فيلا في المعادي، وعرفنا ان الفيلا دي ملك حضرتك. ومسكتوهم؟ مسكتوا حد منهم يعني؟ للاسف هربوا كلهم. قول كده. اهمال وجايين تغطوهم. يعني اتسرقت وجاي تسالني انا؟ امال البوليس ايه؟ بتشتغلوا ايه؟ معقول ده؟ انا الصبح هبعت المحامي بتاعي يجرد ويقدم بلاغ على اللي اتسرق من الفيلا. يا فندم احنا عايزين نعرف حاجه واحده بس، حضرتك عندك فكره عن العيال اللي كانوا مستخبيين في فيلا المعادي ولا لا؟ لا، هي حصلت تهني. ساعه تحت امرك. وصل الباب. انست وشرفت يا باشا. تزعجوا الناس في نص الليل عشان تصورات غلط؟ اسمع يا عادل، احنا اكيد مدينين الراجل ده باعتذار. اعتذار؟ ده اللي هرب العيال الراجل بتاعه زكي الاسمر. مجرد مصادفة. ومجرد مصادفة ان العيال عاوزين ينتقموا من خصمه في السوق، مجرد مصادفة انهم يستخبوا في فيلته، مجرد مصادفة ان يبقى العيال في ايدينا ويعترضنا بهجة ويهربهم. عادل، الولاد دول خطيرين، هربوا من السجن ونفذوا اللي قالوا عليه. مش يمكن هم اللي عاملين الكلام في فيلا صبحي عشان يقتلوه؟ سعادتك قلت لي ان حل القضية دي والحصول على المستندات هيحسم قضية اقتصادية هامة، فيا إما تسيبوني أحلها بطريقتي يا إما تقبلوا استقالتي، لكن اعتذار لا، أنا ما غلطتش. الراجل قالب الدنيا علينا. على العموم يا فندم، علشان ده ما يتكررش أنا هعين حراسة مرافقة لصبحي والبهجت. أهو كده هايل. أنا ههديك كلمتين. خلي صبحي باشا يتفضل. أنا رأيي إن أكبر وأخطر رأس مالي هو مخ الإنسان، وأفضل استثمار هو استثماره. الفلوس دي بتروح دي. طبعًا أكيد. تعرف بقى الحمد لله تلميذ، بس الحقيقة قال أخو ألماس جمع حواليه مجموعة مستشارين عسل. الحقيقة ده لازم أعترف إني أنا غلطان. الله يحفظك. ما قلتليش غلطان ليه؟ ليه بقى؟ عشان بدير كل أموري بنفسي. بس اخيرا لقيت الراجل اللي اعتمد عليه. عارف مين؟ مين؟ انت مش دكتوراه في القانون؟ ها؟ وظابط ومقدم استقالتك وهيقبلوه. ممكن. انا عايزك جنبي مستشار قانوني وامني، وهعمل لك عقد 5000 جنيه في الشهر و2% من الارباح، قصدي اجمالي الارباح. اسف، انتوا ما تتعبوش؟ انا تمني غالي قوي وانت ما تقدرش عليه، وانا كمان مش معروض للبيع. انا مش زكي الاسمر يا صبحي باشا. زكي؟ زكي ماله بس ومال موضوعنا؟ لما تقابله هيقول لك. لما؟ على العموم انا قريت اللي في مخك لما قلت لي ننزل سوا. احنا طريقنا مش واحد، انت نازل
وانا طالع. اتكل كده. طيب ازاي بقى يا فندم؟ سالوني قبل كده وانا قلت ان انا ما اعرفش ومعرفش مين مخبيه ومين بيساعده. ثم انا فنانه معروفه وشغلي واخد كل وقتي. تعرفي صبحي رسلان؟ ايوه يا فندم، ممدوح كان رئيس امن عنده. تعرفيه شخصيا؟ زيه زي اي زبون، وبعدين الفنان لازم يجامل. ادخل. بعد ما سلام شكر عايز امزح. خليها تفضل. طب يا مدام احنا متشكرين قوي قوي. ميرسي يا فندم. اسفين الازعاج. هلا بالمناسبه تعرفوا بعض؟ ما تشرفناش قبل كده. الحقيقه دي اول مره. فرصه سعيده قوي. انا مع السلامه. اتفضل. احنا اسفين جدا الازعاج، بس انت من بيت رجل قانون وتقدري الدور المهم للشرطه. طبعا، واذا كان في اي حاجه اقدر اقدمها تاكد اني مش هتاخر. الموضوع بخصوص خطيبك السابق حسام. المهندس حسام لسه خطيبي. انا تعجبني الصراحه دي. بعد الهرب ما اتصلش بيكي؟ ما تعرفيش بيروح فين؟ كنت اكيد بلغت. الحمد لله على السلامه يا باشا. ايه الاخبار يا حسن؟ عملوا ايه مع العيال؟ مسكوهم؟ هيمسكوهم يا باشا، دول شويه عيال. انت بتلعب مع القانون يا بهجت، والقانون هزاره تقيل. بقول لك ايه، اذا كنت عاوز تنفذ حاجه في سكك نوصل بيها وننفذ باللي احنا عايزينه ومن غير ما حد يحس بينا. هلا عاوز تمشي دماغك امشي وتحمل النتائج، واذا كنت عايز عدوك يحتار فيك تيجي على طول لمحاميك. قالك ايه يا بهجت؟ خلاص خلاص يا عزمه، هاجي لك ونتكلم مع بعض. المره دي طلعت فشوش. معلش. ايه حسن، رحت الداخليه؟ ايه الاخبار؟ قالوا لك ايه هناك؟ مهتمين جدا، وعشان كده هيعينوا لك حراسه حفظا على حياتك يا باشا. حراسه حفظا على حياتي؟ سامع يا اسمك يا زين؟ ما نسبنا ست اللواء. تحياتي للدكتور شاكر. متشكر عبد. سلام عليكم. سلام. وصلت الحاجه؟ ابدا. حطي لي مراقبه على فيفي وسنان، بس نقي خلق ما يعملولناش مشاكل. دي عناوين اهالي الولاد ومعارفهم.